أحد والأمثل التي على أمل أحي الفوسفونيم هو مركب بروميد رباعي ميثيل الفوسفونيم. الفوسفونيم أو الفوسفينيم هو كاتيون لذرة الفوسفور يستحصل عليه عند ارتباط أربع ذرات مع ذرة الفوسفور المركزية ذات حالة الأكسدة ثلاثة بالتالي، فهو عين متعدد الذرات أربعة حيث يمكن أن تكون فيها إما ذرة هيدروجينين أو هليكالين أو أريال أو هاليد. تعيد أملاح الفوسفونين مشابهة بنيويا لأملاح الأمونيوم، وهي ذات بنية جزيئية رباعية السطوح وغالبا ما تكون عديمة اللون. طالع إلى أمونيوم سلفونين مراجع 1978 صفحات 138 1140 10 1 0 0 2 9 7 8 0 4 7 0 1 3 2 4 9 4 23 1995 الطبعة 5 فوسفونيم في المشاريع الشقيقة.